من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيد، ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في بلبنان وبالعالم، وحلقة جديدة بموضوعية. 10 حزيران 2015 سنة و16 يوما ولا رئيس للجمهورية في لبنان بعد. 10 حزيران 2015 10 أشهر و9 أيام والمخطوفون العسكريون لم يعودوا بعد. ومع تواصل خطف العسكريين وخطف الجمهورية تتعدد الهواجس وتتراكم الأسئلة، ولا سيما أن الفراغ الرئاسي أتبع بتعطيل مجلسي نيابي وتوج بشلل حكومي قد يستمر طويلا. فإلى متى هذا الواقع القاسي؟ وهل الفراغ الرئاسي طويل؟ وهل ميشيل سليمان هو آخر رئيس للجمهورية اللبنانية بالحدود التي نعرفها؟ ثم هل الشلل الحكومي طويل أيضا؟ وبالتالي هل حكومة تمام سلام هي آخر حكومة قبل المؤتمر التأسيسي الذي سيغير صيغة لبنان؟ ومن لبنان إلى المسيحيين فيه، ماذا عن إعلان النيات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية؟ من الرابح ومن الخاسر في المصالحة بين العماد عون والدكتور جعجع؟ وهل الأطراف المسيحية الأخرى تتخوف من ثنائية مسيحية تحيل جميع المسيحيين الآخرين لاعبين ثانويين أو حتى مجرد لاعبين على مقاعد الاحتياط؟ ومن السياسة إلى الميدان، إذ ماذا يحصل في بعض جرود السلسلة الشرقية للبنان؟ وهل صحيح ما يتردد من أن حزب الله يريد حسم الوضع في هذه الجرود من أجل تنظيف منطقته بانتظار التقسيم؟ وفي هذا الإطار، ماذا عن التراجع الواضح والسريع للجيش السوري في عدد من المناطق؟ وهل النظام في سوريا بدأ تطبيق الخطة باء التي تقضي بالدفاع عن المدن الكبرى فقط بعدما فقد الأمل باستعادة السيطرة على كل سوريا؟ وألا يعني هذا الأمر بالتالي أننا أمام خطوط تماس في سوريا تشكل بداية تقسيم لها وتكرس تقسيمات وكيانات جديدة للمنطقة؟ كل هذه الأسئلة الصعبة المقلقة نحملها معنا الليلة إلى بنشعي، حيث رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي، الذي يعيش في قلب الحدث عمليا رغم بعده جغرافيا. وقد يكون هذا الأمر لمصلحته، إذ يسمح له برؤية المشهد السياسي من بعيد بصورة كلية شاملة، بدلا من الغرق في التفاصيل اليومية والصور الجزئية. مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجي حوار بموضوعية ومحاولة لقراءة الحاضر لتلمس الآتي والمستقبل. مساء الخير مع الوزير. أهلا وسهلا فيك أستاذ ولي. شكرا لك. رح أبدأ بالملف المسيحي، يمكن لأنه هداك الأسبوع يعني كان اللقاء المفاجأة بين العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع. نعم. يعني هيك الانطباع الأول، أنه بماذا شعر الوزير سليمان فرنجي عندما رأى الدكتور سمير جعجع في الرابي؟ يعني أنا كنت بالجو أنه هاللقاء حيحصل، وبالعكس نحن من أول يوم كنا مأيدينه. هلا بدك تسألني رأيي أنا عن اللقاء، كان بلش على أساس الدكتور سمير جعجع بأيد الجنرال ميشيل عون برئاسة الجمهورية، وبقيت بديت المفاوضات وتأخرت إذا بنعتبر، لأنه كانت هذا الموضوع أساسي بهذا الموضوع. هلا لما الدكتور سمير جعجع ما أيد الجنرال ميشيل عون وانتهت إلى إنه صفت وكأنه بدهم يأجرون، وجنرال ميشيل عون إذا ما عمل لقاء وكأنه هو كرمال رئاسة الجمهورية ما عمل لقاء، تم هذا اللقاء. هلا هذه الورقة اللي طلعت نحن بنأيدها وشفناها، بس ولكن يعني فيك تقول منيحة إذا النيات بعدين بالتطبيق منيحة، أما إذا مثلا خلينا نقول قانون انتخابات عادل ومتوازن كل واحد في يشوفه بطريقة.
إذا ما الرئيس القوى الذي يمثل وكذا كله عم يشوفوا بطريقة، يعني هذه الأمور بدك تشوف بعدين وين بتأدي. ولكن بتقلي نحن ندعم من هذا اللقاء، ندعم. هلأ موضوع من شغلة أساسية قلت مع الوزير، أنه انطلق الحوار من مبدأ أنه في حال أنه أو لطرح إمكانية أنه الدكتور سامي جعجع أن يؤيد العماد مشاعر. هيك انطلق الحوار، هيك بلش. إذا بدنا نطلع بلش ما بدي أقول الحكي على هالأساس، لا بلش الفكرة على هالأساس. هلأ أنا بتصور لا من أول الطريق كانت القوات هي يعني هذا هدف العماد عون كان بالأساس، مش هدف. انتبه، ما بدي أحط العماد عون كأنه للرئاسة، ولكن أنا أتصور أنه هذا اللقاء لكي يصبح عملي وكان بالطريقة العملية أنه بيجي الدكتور سمير بيدعم الجنرال عون إلى التجمعية، وهذا أنا معلوماتي كان الجو، ومن ثم يكون هناك اتفاق على مرحلة الحكم. على مرحلة الحكم، وقت هذا الشيء ما صار، صار إعلان نوايا وكله سوا صار. إذا بدنا نعتبر لكي مش ما يقولوا ما حصل هذا الاجتماع. هلأ هذه إعلان نوايا شغلة كتير منيحة، بتقولي وين بتوصل، أقول لك بعدين بتبين. يعني عم نحكي مرة الماضي اتفقنا على قانون الأرثوذكسي، نزلنا على المجلس صرنا بغير قانون. اليوم هلأ الشيء اللي أنا شفته أنه عندي هيك مثل ما بيقولوا، أولا أني عدم النزول إلى جلسة مجلس النواب إلا بقانون الانتخابات و بقانون استعادة الجنسية. قانون استعادة الجنسية مطلب للجميع. لا، وبدنا نقول كمان أنا مع أنه ينزاد درس عليه تنشوف إذا مزبوط بحقق مكسب للمسيحيين أو لا، لأنه أنا ما بدي كذب على لبنان يقولون نحن ماشيين معه كرمال لبنان، نحن ماشيين معه لأنه بنعتبر في 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 بيعيد بعض التوازن للمسيحيين بهذا البلد. أوكي، بدنا نشوف إذا فعلا بيعمل هالشيء أنا معه، إذا لا لا. قانون قانون الانتخابات، قبل ما نكون متفقين على قانون الانتخابات، أنا ما بشوف الناس دي على المجلس. يعني في قانون اليوم جاهز ومعه أكترية، هو قانون القوات وتيار المستقبل وولد بيك جنبه المختلط. طيب بركي نزلنا صوتنا عليه بنمشي فيه نحن، أنا مش ماشي فيه. يعني أنا أتطلع على القانون الذي نتفق عليه ننزل نصوت عليه، ما فينا ننزل لتحت ونكبل نصاب ونقول هذا القانون. يمكن نكمل نصاب ويمكن نكمل نصاب ونوصل إلى نصاب دستوري بيجيب التلتين، ويمكن هذا الدستور اللي بيجيب التلتين يمشي أي جمهورية مش عزونا. يعني عم نحكي يمكن قد تتحول بلحظة الأمور بقى. لذلك أنا أعتبر أنه أنا القانون الانتخابات لازم نكون متفقين عليه قبل مقاطعة المجلس. لا لا بنحكي خلينا بقصة أنه زيادة الضبي واللقاءات الثنائية. بدي هل في عندك تخوف انطلاقا من الاجتماعات يلي عم بتصير الثنائية ثنائية مسيحية؟ أستاذ وليد، بس بدي أحب أقول لك شغلة. اليوم مع احترامي للاثنين، دكتور جعجع أقوى من 89 و88 ومن 87، هذول اختصروا المسيحية وحده. خلينا ناخذ أنا على وين كنا اليوم، اللعبة الديمقراطية اختلفت اللعبة. يعني ليش وقتها كانت سيطرة عسكرية؟ يعني ليش كانوا ديمقراطية؟ ما كانت سيطرة عسكرية. عم نحكي الثنائية المسيحية والشعب اللي بيقررها. من يمثل المسيحيين؟ والرأي العام المسيحي اللي بقرر مين بيمثله. يعني إذا جيت قلت أنا اليوم أنا أمثل كل المسيحية في لبنان، وأنت كتلفزيون دعمتني لإفسيج مثلهم، عم نحكي نحن اليوم من يمثل هذه الطائفة أو هذا الفريق السياسي أو هذه الشريحة من الناس أو هذا هو الشعب. الشعب بيقرر مين بيمثله. ما كل واحد بيجي بيقول لك أنا الأقوى، لا أنا الأقوى، لا أنت الأقوى، لا أنا الأقوى، وبنتصارع وبنقتل بعضنا، وبالنتيجة مين الانتخابات بتخسر. يعني بس على منبر الضاب ينقال هالكلام إنه تم الإيحاء إنه هن القوتين الأساسيتين فيما يتعلق بالشارع المسيحي. لا هلا ولا بال 89 ولا بال 2000 ولا بعد ولا قبل ولا كذا، هن كانوا يعني القوتين الأساسيتين، وبحياتهم كانوا هن القوتين الأساسيتين. أنا بس المشكلة وأنا ما أحطها، يعني الفكر الإلغائي عند المسيحيين، الفكر الإلغائي يلي بلش إذا بنطلع من الثمانينات ما قدم المسيحية لقدام، لا بلغ رجعهم لا بس الفكر وما لغى حدا يعني بلش إذا بنطلع كل الفكر الإلغائي من الصفرة لا إهدن لا لا لكل المناطق كان الطريقة إلغائية. شو عملت؟ لغيت اللي كان عم بفكر هذا التفكير، ما لغيت اللي جاقبوا يلغون. لذلك أنا بعتقد شغلي إنه
الشعب والناس والديمقراطية اللي عم بتقول عنها والانتخابات والصندوق، هل بيقرروا من بيمثل؟ هل عملية إلغائية يعني لقاء ضابية؟ ما حدا بيلغى أو بداية لا. عملية إلغائية؟ لا ولا أنا 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 أنت بدي أشوف مين حكي بال مين قال نحن الأقوى؟ اللي قال الدكتور جعدع مش الجنرال عون. بس ما تحفظ عنا بعدين. خي ما تحفظ عنا، يمكن انبسط فيها. بس أنا قناعتي هذا الطريقة، هذه الطريقة ما بتوصل لمحل. وأنا بتصور، أنا أتصور اللي بيقول أنا حالي أنا الأقوى، بيقول أقوى، وأنا بقول له يا أخي أنت الأقوى وأنتوا الأقوياء وأنتوا كل شيء، ولكن ما فيك تلغوا حدا. يعني الأساس بهذا الموضوع. وأنا هون لا أقول إنه أنا عم جاوبك أنت، يعني ماني عم جاوب حدا، لأنه أنا أتصور إنه لا الجنرال عون ولا الدكتور جعدع بدهم يلغوا حدا. أنا بدي أقول هن الأقوى، عظيم، هن الأقوى خي. إذا أنا عم بقول لك أنت الأقوى في مشكلة، ما هيك؟ بس إيه، بس حكيت بشكل سلبي على الثنائية، ما عم نحكي. بس لا هالثنائية منا موجودة بالطائفة الشيعية اليوم، يعني أمل حزب الله. الثنائية موجودة بالطائفة الشيعية، فارضين الناس، فارض الرأي العام الشيعي. نحن بالمسيحية الرأي العام المسيحي منه فارض ثنائية، فارض تنوع. يعني اليوم ما جاء سيد حسن رسول الله والرئيس نبي بري قالوا نحن ممثل الطائفة الشيعية وما في حدا غيرنا وفي غير موجود، قالوا هذا ماشي. الشعب الشيعي هو فرز هالثنائية. الشعب المسيحي فرز لأنه كمان قياداته مشيت. يعني اليوم تركب هالسيناريو، يعني لنفترض أنه الدكتور جعجع والعماد عون اتفق بالنسبة للانتخابات النيابية على صعيد كل لبنان أو المناطق، ودوا طلعوا 64، قدوا طلعوا 45 نائب، ما بدي أقول من 64، بيكونوا فعلا أوكي هن الثنائية. بس إذا اليوم هلا بتقلي ما في ثنائيه، ويني؟ لا هلا طبعا بدأ اتفاق يعني. طيب ما دام حكيت عن الله يوفق، بعدين انا اتصور يعني اذا اتفق الجنرال عون مع الدكتور جعجع بالانتخابات، نحن حنكون مع الجنرال عون، حنكون كمان نحن الا اذا كنا متفق مع الدكتور. اذا الدكتور جعجع اجى على خطنا السياسي صار غير حال. بس اذا اتفق الجنرال عون مع الدكتور جعجع بسياسة الدكتور جعجع أو بجو سياسي مناقض، لا بنكون بلكي عملوا تحالف انتخابي بمعزل عن الموقف السياسي. ما في تحالف انتخابي بمعزل عن السياسي، ايش بدنا؟ هيدي مثل اللي بيقولها لوحدة، يعني أنا كنا مصاحبين خلينا الصداقة. ما في بدنا هيدي، أو كان إنه هيدي في تحالف الربيع مثلا، ما كان نوع هيك من إنه مساكنة مؤقتة؟ لا، تحالف الرباعي كان إذا بدك تعتبر كذبة كبيرة، وبينت دغري بعد الانتخابات دغري، يعني ما كان كذبة كبيرة، بينت دغري، وكان إذا بدك التقاء مصالح، وصار في انتخابات، بس كل واحد قبل بالتاني. احنا وبعدين كان مش كان يعني إذا بدي أحكي طائفيا، السني بنقي الشيعي والشيعي بنقي السني والمسيحي بنقي، كان إذا بدك تعتبر كان وليد زملاط بنقي نوابه من يعني بدي احكي بالالقاب، كان تيار مستقبل بناء ونوابه، كان حزب الله وحرك بناء نوابهم، وما حدا بيفوت على معسكر الثاني، ومحلات المختلط كلهم بناء نوابه بيعملوا جبهه واحده. اما اذا بدنا نحكي بالساحه المسيحيه، اليوم الدكتور جعجع اذا بيرضى مثلا بكسروان وبجبال وبالمتن بحجمه النيابي اللي هلا موجود، انا بقول لك انا بدعم الجنرال يتحالف معه. بس انت برايك الجنرال بيرضى يعطيه نص النواب بكسروان وبيرضى يعطيه نصهم بالمتن وبالصه، والدكتور جعجع بيرضى اقل من الثلث خلينا نقول؟ يعني ما هي مشكله كمان، يعني ما انه اليوم اذا انت عندك نص وانا نص، وصلنا على انتخابات وجيت قلت لك بحافظ لك على نصك بتحافظ لي على نصي بنمشي، بس اذا انا عندي كل شيء وانت شو بجيت بدك تاخذ من حصتي بدي اعطيك من حصتي، ما بتزبط، يعني في اشياء ما بتزبط. طيب هالاتفاق هيدا او اعلان نيات حمسك للانضمام له؟ يعني هل سليمان فرنجية متحمس للانضمام؟ أنا داعم، ونحن عم بقول لك بحوار دائم مع القوات اللبنانية. حتى انحكى بجو من هذا الحوار، نحن قلنا بكير يعني، ولكن ونحن بذات الوقت ما حنغير سياستنا ولا وبتصور إنه أهم شيء أنا بعتبره إنه اليوم على الساحة المسيحية مشان ما نكتب وراء ونعمل اتفاقات، اهم شيء على الساحه المسيحيه انه الارض سبقتنا كلها. يعني اذا بكره اجى الخطر التكفيري على لبنان، حيكون المرضى مع القواجي مع العوني عم بيدافعوا عن 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 نفس الارض بنفس الجو بنفس الخلفيه. يعني اليوم الخلاف المسيحي انا اعتبر الاسباب زالت، لانه الخطر
صار يشمل الكل. بعدنا نحن مختلفين من سيقود الساحة المسيحية، وأنا أعتبر أنه الساحة المسيحية والكيان المسيحي كله بخطر. لذلك أنا بتصور أنه قبل ما نوصل على أي استحقاق بده يكون زال هذا الخطر، أو إذا بدك تعتبر لا سمح الله ضرب هذا الخطر. لذلك أنا أعتبر أنه اليوم مش وقتها نحن عم بالله نفوت ببعضنا. أنا بقول هون هذا الاتفاق وهذا الحوار أنا معه، وأنا أعتبر أنه اليوم الأرض هون أنا بقدر أخدمها بهذا الجو، لأنه اليوم إذا بتجي بتشوف بكرة بالشمال بكل محل إذا دخل التكفير إلى لبنان لا سمح الله، أنا لا أتصور أنه حيكون، أنا حقول أنت قواتي بتكون طبعا أنت ما بحيميز هذا اللي حيكون هذا الجو. طيب سؤال لإلك، يمكن طرحنا هالسؤال بالمقدمة، أنه برأيك مين ربح ومين خسر بهذا الحوار لحد هلأ بالسياسة بين الدكتور جعجع والعماد ميشيل عون؟ بعتبر العالم مصطفي وليد. شو؟ العالم مصطفي. يعني لا العوني حيعمل، لا بس على الصعيد السياسي يعني ما في مكاسب حققها طرف أو خسائر. يعني أنا بشوف أنه يعني الشلل السياسي الموجود بلبنان حركت الأمور شوي، شغلتكم أنتم كتلفزيونات شوي، بس يعني المسيحي انبسط انه التقيوا. ايه بقول لك ايه، بس بتقول لي وين بتصرفها؟ بقول لك ما في بعد ما بتتصادف لحد ما في استحقاقات اليوم. يعني مثل اذا انت عندك على الايفون تبعك لعبه وربحت، طب شو بتربح؟ تنبسط وخلصت. يعني بس ما في استحقاق تاخذها، يعني انه اف هالقد ماشي هي، يعني ما في شيء. ما بقول ماشي حتى على الصعيد الشعبي، يعني حتى على الصعيد الشعبي اليوم اللي. اليوم إيه؟ اليوم مثلا بيقول لك دكتور جعجع ربح، ناس بيقول لك الجنرال ميشيل عون ربح. انا برايي اولا القوات قوات، والعونيه عونيه، والحياديين هلا بيقولوا لك اوكي بريحه بعد جمعتين بتتغير. انا ما شايف يعني بقول منيحه انه نتوحد كمسيحيين على الثوابت الاساسيه اللي هي الخطر الوجودي كله سوا اللي جاي علينا، ولكن التفاصيل اللي هي هذه انه ماني شيء. يعني اذا بدي اعمل اتفاق انا وياك على بكره بنعمل اتفاق بيشبه هذا الاتفاق. يعني عم نحكي اذا وعد جاره وجاره مختلفين على فت علي بالارض وطلعت منك بيعملوا اتفاق من هالنوع، يعني ما نوال اتفاق كبير. يعني هذا انا برايي. لا ليزارك انا ابراهيم كان عند كم الاسبوع اللي فات، شو حب انه يقول لك انا ابراهيم؟ لا عم بحكي انا جنرال عون. دائما بتعرف نظريه المؤامره بكل اتفاق. جنرال عون انسان ادمي، وانه انا هذا الاتفاق وهذا اجى النائب ابراهيم كنعان واطلعنا وصديق، يعني النائب الصديق ابراهيم كنعان اللي انا بحبه وبالعكس بحترمه. وانا بتصور شغله انه انا بقول النيه كانت جر جنرال ميشيل عون الى كلام سياسي يشكل نوع من خلاف سياسي بيننا وبينه، او يشكل نوع من شك سياسي بالجنرال عون. وين على منبر الضرب يعني وقت اللي طلعوا؟ ما واقع بهالقصه، يعني الجنرال عون ما واقع بهالقصه، وانا بقول لك لو واقع بهالقصه يمكن كانوا مشوا معه برئاسه الجمهوريه. يعني انتبه لأنه كان، وما عم بحكي القوات، عم بحكي 14 أدار، يعني كان قبل وقت كان عم يعمل تفاهم قبل 25 أيار مع تيار المستقبل، وقت اللي بعد 25 أيار بقيوا يوعدوه. رضي يقول أنا مع نزع سلاح المقاومة الجنرال عون، وأنا بتذكر كانوا يقولوا له أنت قول أو ما تعملها. يعني كان هذا الكلام، أنا أتصور هون كان ممكن. أنا قناعتي، وإذا بدك تعتبر شو بتقلي، كان بدهم اياه يقولوا وما يعطوا رئاسه الجمهوريه، بس هن بيقولوا لو قال اعطيناه رئاسه الجمهوريه، يعني معناتها الجنرال عون بالثوابت اساسي بهذا الموضوع. بس يعني هذا اللي ادى الى اتفاق في كلام عام. ما ادى، بس كمان كان منه، وهذا حقه للفريق الاخر حقه، انا بعتبر انه جرب يجرك لموقعه. انا بعتبر كانوا عم بيحاولوا بكل الوسائل يجروا الفريق الاخر الى موقعه وما استطاعوا. انا بعتبرها هيدي ادت كمان الى كلام عام، ما ادت الى كلام. يعني بتعتبر الوثيقه متوازنه؟ انا بعتبر الوثيقه كلام عام. شو فيها؟ اللي شو فيها لمصلحه القوات وشو فيها لمصلحه الجنرال؟ يعني فيها بعض الاشياء، يعني انه مثلا قضيه هلا انتخاب رئيس جمهوريه مفهوم نحكي عنه، انه اليوم مين اللي ضد الرئيس القوي؟ يعني القوات اللبنانيه، يعني اليوم نعتبرها اذا انا
كحليف بعتبرها انتصار لإلي، أنا بتصور كمان الكويت فيها تعتبرها انتصار لإلها، بس في أنا لا أتصور في مسيحي يمثل ضد رئيس قوي أوكي. ويمثل إيه. بس في مثلا بند المتعلق إنه الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية بالاتجاهين، وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان، وباستعمال لبنان مقرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين، هيدي ألا تبدو أنه وكأنها موجهة إلى حزب الله؟ لا، لأنه هيدي اليوم الدكتور جرى بيعتبرها موجهة لحزب الله، وجنرال عون بيعتبرها موجهة لتيار السابع والتكفيرية. ما هيدي عملك هذا اللي عم بقول لك، هذا الكلام، هذا الكلام. بس الجنرال عون هو منه ضد هلا انه تدخل حزب الله في سوريا. ايه بس عم بقول لك اذا الظروف ادت ايه الى لا سمح الله سيطرة التكفيريين بمنطقة الألمون او بجبير عرسان وصار السلاح لهم، تخدم الجنرال هالورقة، بيطلع بكره انه يا دكتور جرى انت خليت بهالورقة وانت في ورقة ماضينا فيك، اذا عبكرة طاروا التكفيريين من جبال ألمون وسيطر حزب الله، حتخدم الدكتور جعجع انه يا جنرال انت التزمت لحو بعده سلاح عم بيروح ويجي. بس انا قناعتي وبشرك انا ما بمضي وراء من النوع انه انا اذا السلاح لحزب الله معه واذا السلاح لغير حزب الله ضده، وانا اذا حزب الله منتشر على الحدود وعم بيدافع لي ومثل ما قلت هذيك المره عن وجودي اليوم كاقليه بهالمنطقه انا مع دعم ومع كل السلاح، إذا التكفير موجود على هذه الحدود وهذا أنا ضده. يعني هون في تغير بالموقف؟ لا أنا ما بشوف، أنا بشوف هون برجع بقول لك إذا هيك حتخدم جعجع وإذا هيك حتخدم عون، يعني ما بالطرفين هذا عم بقول لك، مش هيك عم بقول لك كلام عام كثير بسيط يعني ما كل واحد قاريها. أنا بقول لك الجنرال عون أنا بدون ما أسأله بدون ما أشوفه بقول لك الجنرال عون معتبر هيدي لعدم تبرير السلاح من عبر عرسان للتكفيريين، والدكتور جعجع معتبرها لعدم تمرير. طيب أوكي، بس مش هيك عم بقول لك، لأنه الدكتور جعجع بالأساس منه مع تمرير السلاح إلى داعش والنصرة، يعني من هيك عم بطل بينما العماد عون منه ضد. هو بالك مين قال؟ وقت بيقول أنا وقت بيضلوا هول اسم السوار واسمه، يعني وقت بيقول لك هول كثير 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 سيئين ولكن احسن من النظام. يعني انت بالاعلام شو بيعلموك اساس الاعلام؟ هيدي بالسياسه انا تعلمتها بالفتره، انت يمكن تعلمتها بمدرسه، بيقول لك انت لازم دائما تحكي الحقيقه، بس الامور اللي معه حق فيها خصمك سخفها، والامور اللي معك حق فيها انت برزها، والامور اللي ما معه حق فيها خصمك برزها، والامور اللي معه واللي انت ما معك حق فيها سخفها. بقى لذلك انا اعتبر هيدي اليوم استراتيجيه 14 اذار، انه ما فينا نقول داعش منيحه، بنقول سيئه بس النظام أسوأ. يعني انه ما فينا نقول انه النصره منيحه، بنقول يا اخي صار اسمه جيش الفتح. يعني هيدي انه دائما بنشيل هذا الطربوش بنحطه هون، بنشيل هذا الطربوش، اوكي هذا حق، بس انا اعتبر وهلا قبل الحلقه كنت عم بقول لك كثير بسيطه، نحن مع المقاومه، نحن مع خط الممانعه، مع هذا الجو، وبرجع بقول لك مش معه لاني انا يعني اليوم كانوا يقولوا انتم جماعه سوريا وجماعه ما بعرف شو، قد بدك في حكي اليوم احيانا شيء يصير ضد سوريا، واحيانا شيء هون بالشمال يكون ضد سوريا، ليه؟ المناخ هون شو؟ كله البيئه. ولكن انا كمسيحي ماروني انا بعتبر بين التكفير وبين النظام العلماني، انا مع النظام العلماني، بين النظام العلماني والنظام العلماني انا اوكي، عندي هون بتربطني صداقتي بالرئيس الاسد، ولكن انا ما بتدخل باللي عم بيصير بهذا الجو. هلا وقت كنا نقول انتبهوا تكفير كانوا يقولوا لنا انتم عم بتخوفوا، اجى التكفير قال لا هذا منه تكفير، صار تكفير قال ايه هذا بس النظام أسوأ، وانه لو ما النظام ما صار في تكفير. طيب هلا قد ما بدك كل هالقصه، انا اليوم بعتبر حزب الله بسوريا اليوم، نحن اليوم بحزيران 2015 عم بيحمي لي مقدساتي بالشرق الاوسط، عم بيحمي لي ما تبقى من الوجود المسيحي في الشرق الاوسط، لانه ما بقى في مسيحيين بالشرق الاوسط الا بلبنان. وانا اعتبر هذا التكفير اللي جاي، كل واحد بيجي بيقول لك ضمانتي ما بيفوت على لبنان، هذا ايش بدك فيه؟ انا عم بقول لك هذا التكفير ما عنده حدود وجاي على لبنان، وما حيخلي مسيحي وما حيخلي شيعي وما حيخلي درزي وما حيخلي سني معتدل وما حيخلي بعدين سني متطرف مش من رأيه. بقى لذلك انا اعتبر، وانا مش انا عم بقولها، هني عم بيقولوها، يعني مش انا رح نرجع نحكي عن الموضوع، بس يعني بهذا الجو. بقى لذلك انا اعتبر انه جنرال عون وقت بيقول بنيه عدم التمرير ذهابا وايابا سلاح الى هذا التكفير،
طيب اختم معك هالملف. البطل القضائي كما الدكتور جعجع والعماد عون اعتبر انه اللقاء هديه للمسيحيين بالتوقيت والمضمون، كمان وثيقه اعلان نيات، هل بتشارك البطل رايه بالموضوع؟ لا انا بعتبرها شغله منيحه على المسيحيين، بس انا بقول لك المستقبل بيرجع قديش قيمتها. عم نحكي هلا هلا بتقول لي اوكي، عم نحكي هيدي كلنا بنعرف يعني معدل الخبر او الواقعة السياسية هي بتستمر تتجي واقعة تانية. هلا بعدين كيف تترجم، شو بيصير على الأرض، كيف تمشي، نبقى نشوف. على كل حال يمكن الترجمة الأساسية لازم تكون على صعيد رئاسة الجمهورية، كمان على صعيد الوضع. لو بدها تترجم على رئاسة الجمهورية تترجم على صعيد الوضع الحكومي، هذا قيادة الجيش، هذا كاحتمال قيادة الجيش. رح نحكي عن كل هالمواضيع وإنما بعد فاصل إعلاني أول لهذه الليلة. مع الوزير بملف الرئاسي، من المسؤول عن التعطيل الرئاسي؟ يعني سمعنا الرئيس بري عم بيقول للكاردينال الفاتيكاني يلي زار، المسؤول الفاتيكاني يلي زار لبنان، ليس صحيحا ان المشكله مسيحيه اسلاميه او مسيحيه مسيحيه، بل هي مارونيه مارونيه. كمان نائب جنبلاط قال امس للزميل اولى نصيف المسيحيون هم المسؤولون عن تعطيل انتخاب الرئيس، هل تعتبر حقيقه انه التعطيل هي مسؤوليه مسيحيه؟ يعني انا اعتقد انه اذا بدك تعتبر التعطيل، اذا بدك تاخذه ب انه المسيحيه هن مسؤولين عنه، انا اتصور انه فيك ايه بالطريقه الهيك البسيطة تقول ايه ليه، لأنه اليوم إذا نحن بنروح نمشي بالدكتور جعجع بتجيب رئيس، وإذا هن بيمشوا بالجنرال ميشيل عون، إذا يعني عم بقول إذا الجنرال ميشيل عون مشي مع الدكتور جعجع بتجيب رئيس، إذا الدكتور جعجع مشي مع ميشيل عون بتجيب رئيس. هلا إذا بالطريقة الهينة، هلا فريق 14 أدار مصطفى الدكتور جعجع، فريق 8 أدار مصطفى الجنرال ميشيل عون، بقول لك يمكن، بس بقول لك أنا المنطق بهذا الموضوع. طب وقت اللي المسيحيين بيقولوا بدنا رئيس يمثل وقوي ولديه حيثية في بيئته، والآخرين بيقولوا لكم بيقولوا لنا إذا بدنا نعتبر وين ما بيحطوها بأي قالب بيحطوها، بتوصل ساعة بيقول لك ما بيطلع لكم رئيس، أو وقت بيوصلوا على محل هيك يعني بيتعبوا ما خلص خلصت فكرة الرئيس، أو ما بيطلع لكم رئيس قوي. فكرة الرئيس التوافقي مثلا، شو هو التوافقي؟ أنا أتصور أنه التوافقي كل عمره كان على الحكومات اللي بدها تجي، حجم التمثيل، لكن ما بحياتها كان التوافقي على الثوابت. الثوابت كانت دايما واضحة عند الرئيس، يعني سلاح المقاومة، العلاقة مع سوريا، العروبة، كل هول كانت دايما نتفق عليها تصير ثابتة، وكانت دائما ثابته التوافق بالامور الثانيه. اليوم حتى اللي عم يفكر انه التوافق بيجي على هول، انا اتصور انه غلطان. هذا واحد. اثنين، المسيحيين اليوم بيقولوا بدنا رئيس قوي، بدنا هول. طيب اذا ما فينا نجيب رئيس الا ضعيف، انا شو عم نقول؟ يمكن بنجرب، لانه راح اقول لك هول اللي عم يطرحون يعني بس اذا بس عم بتصير اخرنا الازمه المسيحيه، يعني انتم المسؤولين، نحن المسؤولين، عم نقول ما بدنا رئيس، نحن بوين مسؤولين؟ عم نقول ما بدنا رئيس ضعيف. هلا هن شو بدكم رئيس قوي؟ هن شو عم بيجينا الجواب؟ اذا ما بتقبلوا برئيس ضعيف ما حتاخذوا رئيس، ما في رئيس. لا هن ما عم بيقولوا، لا 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 عم نحكي مع الوزير، هن ما عم بيقولوا، انتوا عم بتقولوا بدنا رئيس قوي. رح اجي على جو ثاني، ما قادرين نجيب رئيس قوي، مشاكل او ما خي، نحن في ناس عم بيقولوا بما انه ما فينا، او في جو مسيحي وغير، بما انه ما فينا نجيب رئيس قوي، خلونا نقبل برئيس ضعيف، او رئيس تسويه، او رئيس توافقي، او رئيس شو ما بدك. نحن عم نقول اذا ما فينا نجيب خي ما بدنا، يعني هذا الفرق. نتحمل مسؤوليه هون، ايه نتحمل مسؤوليه، بس نتحمل مسؤوليه مش انه نحن لانه مختلفين، يا انا يا نحن عم نقول يا رئيس يمثل وعليه قدر وقيمه، يا عمره ما يكون في رئيس. دائما نحن نرجع نجي بس وقت ليه انا بدي وقت بتطرحوا نظريه، ما لازم تكونوا قادرين على تطبيقها. انا بواجهك ما قادر لا تطبيقها ما بديها، انا عم بوصل معك لمحل ابسط من هيك. انا بسالك اسئله، ما هيك؟ لا انا بدي اقبل برئيس ضل ست سنين عم بتقاتل انا وياه
أنا بدل ما يكون قاعد عم بشتة يشد حقوق المسيحيين يجيب حقوق للمسيحية ويكون أنا حده وجنرال عون حده والدكتور جعدة حده وكله عم يشوف كيف عم ندافع عن حقوق، نصير نحن ثلاثتنا عم نتقاتل نحن وياه لأنه بده ياخذ بده يعمل زعيم على ظهر هيدي الرئاسة وما قادر يعمل زعيم ونحن وآخر شيء قاعد عم يخبط فينا. لا بدنا نقبل فيه، هذا واحد، هذا أول سؤال. ثاني شغلة، ليه بدنا نختلف مثلا سؤال نحن والجنرال عون أو 14 أدار مع الدكتور جعجع كرمال الرئيس مش معروف ايش بده يعمل وعارف حالي بالأسباب الأولى إنه أنا اليوم شو مطلوب مني؟ طيب أنا 100 مرة إجاني 1000 عرض، تعال يا سليمان فرنجية نتفق نحن وياك مش عليك على واحد وإنه شو بدك؟ تعال يا حزب الله ما بدي أقول سليمان فرنجية بخي سليمان فرنجية يمكن ما بيقدموا بآخر موضوع النيابي عم نحكي بالانتخابات، تعال نتفق نحن وياك ونجيب رئيس. طب ليش بده يختلف حزب الله هو والجنرال؟ انا عم بحكي بالامور البسيطه كثير، كرمال الرئيس بثاني يوم انتخابه بيكون له 51% على القليله 14 أدار. لذلك انا اعتبر هون انه اليوم لا بدنا نختلف نحن والجنرال، هذا واحد. لا مأمنين بالرؤساء الوسطيه اللي جايين لانه الوضوع كثير اساسي بلبنان. نحن مش هيك عم وبذات الوقت نحن بنآمن برئيس اليوم بهذا الظرف اللي كل مسيحيه الشرق الاوسط عم بفلوا انه رئيس يرجع يخلق ثقه عند المسيحيه ويقويهم ويوحدهم ونقدر نعمله. هلا بتقول لي ما فينا نجيبه، ممكن ما فينا نجيبه، رح بنجرب بنجرب. ما انه ما فيكم تجيبوه، ما عم بتجربوا حقيقه انكم تجيبوه. نحن سنه 2005 ما كنا فينا نجيب قانون القضاء، جبناه. ليه جبناه؟ لانه نقينا. بس هلا صار لنا سنه البلد بلا رئيس الجمهوريه، يعني عم بتنبشوا على رئيس قوي بينما ضعفتوا موقع الرئاسه. هلا كيف بيجي رئيس قوي؟ يعني صار موقع الرئاسه كانه ماشي بالبلد كله. خليني اقول لك كيف بده يجي رئيس القوي. شو بدك موقع الرئاسه ضعيف ولا قوي؟ في رئيس قوي ورئيس ضعيف، ما في رئاسه قويه ورئاسه ضعيفه، في رئيس قوي ورئيس ضعيف. انا بعتبر الرئاسه رح تجي ولانا موارنه بس حتجي يا 14 يا 8، ما بقى تجي وسطيه. إذا على بكرة الجو المناخ بالمنطقة ميل باتجاه 14 وسياسة 14 بالمنطقة حيجي 14. أو إذا ميل باتجاه 8 حيجي 8، بس رئيس وسطي ما في. يعني بدنا نضلنا ناطرين تنحل بالمنطقة تتميل الدفة يعني. ما حدا يوجه راسه، ما حدا يوجه راسه. إنه اليوم حنتفق نجيب رئيس على 6 سنين إنه يقعد مثل ما بيقولوا ما يعمل شيء او اما يكون قاعد بتشوكي بخسرتك. لا ما يعني لكن خلينا نصوب الخطاب، لكن القصه منا قضيه رئيس وهذا رئيس قوي او رئيس ضعيف. هذا الرئيس لحين عليه يعني اليوم اذا على بكره اخرت سنه وسنتين وكذا الرئيس الضعيف لحين عليه، في الرئيس القوي منك قادر تجيبه الا بفرصه مع الوزير. بفرصه دائما بيكون الكلام اداء، يعني اذا منتابع منطقك يعني منا القضيه قضيه رئيس قوي او رئيس ضعيف، قضيه اما رئيس من 8 او رئيس من 14. هلا ويا لا ويا له لون وليد، لا ويا اللي عنده موقف سياسي عم نقول انا الرئيس القوي موجود يا ب 8 يا ب 14، ما عم بقول 8 جنرال عمان ب 8 بس يا معنا يا معهم، ما انه موجود بالنص هيك، ما في واحد بالنص قوي، عم نحكي في بالنص اوكي توافق كثير منيح اوادم مرتبين قد ما بدك بس ما في اللي بيمثلوا على الارض موجودين يا ب 8 يا ب 14، مش يعني عم بحكي اليوم اذا بتجي تسالني وين اللي بيمثلوا بقول لك يا هون يا هون، مش هيك عم بقول لك رح يجي واحد يا من هون يا من هون، ما حيجي واحد بالنص، هذا اللي عم لو في واحد بالنص قوي انحلت المشكله. طب في سؤال يعني كان بينطرح انه انتم الاربعه ما نكون قادرين تتفقوا على شخص يعني لا. ما يكون منكم لا. يمكن لا. ما يكون لا. من احد الاربعه يكون لا. شخص خامس تقول له انه هذا بيمثلنا. لو قدرنا اتفقنا مشي، بعدين نحن افترض اتفقنا ما نجيبه واحدنا، طب بركي الافرقاء الثانيين ما مشوا. الافرقاء الثانيين كله عم بيحملوا المسيحيين وتحديدا الموارنه المسؤوليه. كل واحد بيجي بيقول لك فلان مسؤول، انا بقول لك الموارنه مسؤولين بفرد شغله انه بدهم رئيس قوي. بدهم رئيس يمثل، وهذا انا اتصور حق لكل طائفه، مثل اليوم اذا بدي اطلع من 2005 لليوم صار جاي 3 رؤساء حكومه 14 اذار. ورئيس حكومه وسطي خدم 14 اذار اكثر من رئيس من 14 اذار. سما اجى ولا رئيس جمهوريه من 8 اذار او مقرب من 8 اذار. ماروني عم نحكي. بقى لذلك انا اتصور انه في مرحله نحن عم نقول انه رئيس وسطي ما بدنا كموارنه نحن كرؤساء كتلو، هذا حقنا الدستوري. البعض بيطرحوا انه ما دام بالنتيجه رئيس المجلس عم بيكون
من 8 أدار رئيس المجلس ورئيس الحكومة من 14 أدار، بدك رئيس يلي هو رئيس كل السلطات أن يكون متوازن بين الجميع، بالتالي أن يحقق هذا التوازن. أنا عندي فكرة أحلى. شو؟ أنا عندي فكرة أحلى، ياخذوا رئاسة الجمهورية يعطونا رئاسة الحكومة. كثير بسيطة، إذا هالقد وياخذوا هن يجيبوا رئيس 14 أدار ويعطونا رئيس حكومة 8 أدار. هينا بس على كل الأحوال على المدة نفسها عم نحكي، مش إنه ثلاث شهور إجا رئيس المجلس النيابي اليوم. رئيس مجلس النيابي اليوم قصته كثير بسيطة، رئيس مجلس النيابي يترأس مجلس النواب، ومجلس النواب اليوم هو أوكي صدفة إنه متوازن، فيكون اليوم مجلس النواب كله 14 أدار، فيكون كله 8 أدار، بس إنه سياسة مجلس النواب ما بيحددها رئيس مجلس النواب، سياسة الحكومة يحددها رئيس الحكومة. يعني اليوم الحكومة تتشكل، سياسة الحكومة يحددها رئيس الحكومة. بقى لذلك أنا أتصور السلطة التنفيذية اللي موجودة اليوم بإيد رئيس الحكومة هي أنا بتصور أقوى سلطة بالبلد، عم نحكي أقوى سلطة بالبلد. إذا بدك توزنها مزبوط بدك رئيس الجمهورية اللي تقريبا ما في صلاحيته، بدك رئيس مجلس النواب الذي هو أوكي صحيح معنا بفريقنا، بس هو كيف بيقدر ياخذ المجلس؟ كيف بيقدر يطلع قانون معنا؟ بيقدر يسكر المجلس، أوكي سكر المجلس، بس ما عم نحكي ما بيقدر يعمل قوانين مثل ما نحن بدنا. أما رئيس الحكومة بيقدر يعمل مراسيم، بيقدر يعمل أقل شيء كم في مجلس بين إيديه، بين مجلس الماء والأعمار، يعني في أمور كبيرة بين إيديه هذا الموضوع. نحن نتطلع إلى رئيس الجمهورية، نحن عم نقول أولا كفريق سياسي بدنا إياه، ويمكن عم بقول لك أنا أقبل إذا مالت الأمور إلى 14 ياخذها 14 أدار ويكون الدكتور جعجع رئيس الجمهورية أكثر ما يكون واحد وسط. طيب. يعني ما عم بقول أنا عظيم. معنا بس بهالوقت العماد عم طرح مخارج منا قضية الاستفتاء، هل أنت مع هذا المخرج؟ يعني أنه ينعمل استفتاء ليتنقى اثنين المسيحيين الأقوياء؟ أنا أتطلع شغلي، أنا بقول أنا مع الاستفتاء، بس مع الاستفتاء الشفاف، يعني مش أنا عبوك. إذا أنا جبت شركة أنا وعملت استفتاء وقالت انا الاول بيقبل فيها جنرال او الدكتور جعجع او رئيس الجمعيه، لا ما عم نحكي هون عن شركه، عم نحكي هون نعمل استفتاء على صعيد مسيحيين كلهم سوا، عم نحكي بس مين بده يعمله؟ مين بده يعمله؟ بدك تعمله، لازم تعمله الدوله، يعني وزاره الداخليه. انا ما عندي مشكله، ايه طبعا اذا بتعمله الدوله بطريقه شفافه انا ما عندي مشكله، لانه ما بدنا نجي استطلاع راي، يعني لا ما عم بقول لك ما تروح اليوم، هو الطرح اللي صار بين الدكتور جعجع والعماد عون استفتاء استطلاع راي والشركه موجوده وبعد شوي النتيجه موجوده. نحن عم نقول وصل لك، يعني استفتاء الشركه موجوده، استفتاء كل العالم موافقه على الجهه اللي بدها تعمله، انا موافق، انا ما عندي اي مشكله، بالعكس انا اتمنى انه يكون في استفتاء بهذا الموضوع وعلى اثره، بس بذات الوقت هذا الاستفتاء يجب ان يكون مسيحي ووطني، يعني اكيد مسيحي وبذات الوقت وطني، لانه انا بدي اسالك سؤال، اذا انا طالع الاول عند المسيحيه واخذ صفر عند الاخرين انا لازم اكون رئيس جمهوريه؟ لا بس هذا بيعزز نظريتك كمان، انه الرئيس القوي، الرئيس القوي في بيئته، انه بدي يكون قوي انا ببيئتي بمجتمعي المسيحي. اذا انا طيب معناتها انا على بكره اذا اجى داعش على لبنان يجب ان اقبل فيهم رؤساء حكومه، اذا البيئه السنيه معهم. نحن عم نقول يجب ان يكون قوي في بيئته ومقبول عند الاخرين، يعني اذا انا باخذ صفر عند الاخرين و100 عند المسيحيين بكون انا مرفوض، وإذا باخذ 100 عند الآخرين و10% عند المسيحيين يكون مرفوض. أنا إذا باخذ هون نسبة مقبولة وهون أكيد ما حاخذ نسبة قد هون، بس نسبة محترمة، هذا اللي بتصور بيجيب رئيس. يعني نحن عم نقول يجب أن يكون قوي في بيئته ومقبول عند الآخرين، يعني كمان مرفوض عند الآخرين، ما عم بقول مرفوض، أنا مرفوض عند الآخرين، أنا بتصور كمان هذه بدها تخلق مشكلة بالبلد. طيب ما دام عم نحكي عن هالموضوع هيدا، يعني موضوع رئاسة الجمهورية، بدنا نرجع نستعرض انتخابات الصوت الواحد سنة 1970 مع جدك المرحوم إسلام فرنجية، رح نشوف سوا هذا الريبورتاج. لبنان البلد الوحيد في هذا المشرق يتمتع شعبه بديمقراطية مستدامة جعلت اللبنانيين منذ تأسيس الجمهورية يختارون ممثليهم في نظام برلماني ينتخب فيه النواب رئيسا باسم الشعب.
هذا نظريا، أما عمليا فللضغوط السياسية الخارجية فعلها في كل استحقاق وخصوصا الرئاسي منه. ولكن رغم ظلامية الصورة، كان العام 1970 استثنائيا، إذ وصفت عملية انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية بعملية ديمقراطية بامتياز. أدرك الأقطاب الرئيس كميل شمعون والشيخ بيير الجميل والعميد ريمو إدي استحالة وصول أي منهم إلى سدة الرئاسة. لم يتم تعطيل مجلس النواب رغم الانقسام الذي كان على أشد حاصلا بين الشهابيين ومرشحهم إلياس تركيس والحلف الثلاثي، أي الرئيس شمعون والشيخ بيير والعميد إدي وتكتل الوسط ومرشحه سليمان فرنجية، الذي انحصرت المنافسة بينه وبين تركيس بعدما اختاره الأقطاب الثلاثة الأقوياء. وفي النتيجة فاز فرنجية بخمسين صوت مقابل 49 لسركيس من أصل أصوات نواب المجلس 99 الذين حضروا الجلسة جميعا. أحلف بالله العظيم أن أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه. لم يكن فرنجي الأقوى مسيحياً، ولكنه كان رئيساً قوياً، واستطاع أن يطبع بحكمه إحدى أهم مراحل لبنان الحديثة وأشدها حساسية. اليوم كما العام 1970 كانت الفرصة متاحة لانتخاب رئيس صنع في لبنان. المرشحون معروفون والأقطاب يتنافسون، والأقوياء أربعة: ميشيل عون، سمير جعجع، أمين الجميل وسليمان فرنجي. فلماذا لا يصح اليوم ما صح منذ 45 عاما؟ وهل يجوز أن تبقى الرئاسة معطلة؟ هالربورتاج اللي شفناه عنوانه الرئاسة بين الأمس واليوم، وهو من إعداد الزميل ميشيل أبي راشد، قراءة أرسلة دكاش زميلتنا كمان، وطبعا توليف أو مونتاج زميلنا غسان سبعلي. مع الوزير، يمكن السؤال الأساسي اللي اتضح بآخر هذا البورتاج: هل كان المسيحيون بالنتيجة أو اللبنانيون ككل ديمقراطيين سنة 1970 أكثر من اليوم؟ لا يقبلوا ينزلوا يخوضوا معركة الصوت الواحد، لأنه كان في زعماء، يعني كان طلع الرئيس الياس تركيس كان مدعوم من الشعبية ومن جو مسيحي يمثل عند المسيحية، كان عطى حق المسيحية للمسيحية، وانتخب الرئيس فرنجية اللي كان مدعوم من الحلف الثلاثي آنذاك، وكل الجو كان مدعوم، يعني كانت معركة مسيحية بين الأقوياء، ما كانت معركة مسيحية ومطلوب انه 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 لا بلها اثنين تعوا جيبوا. وقت اللي كانوا، وقت اللي جابوا الرئيس الوسطي، نقوا زعيم عنده أرضية شعبية ويريح المسيحيين، ما كان مطلوب انه اذا ثلاثة ما بيشتغلوا كانوا بوقتها ما بيقدر يوصل لبيير جميل ولا ريمو ادي ولا كميل شمعون، انه نروح نجيب بوقتها. ايه بس تخلوا عن انانياتهم، مأخذ عليكم انه انتم ما كن قادرين ان تتخلوا عن هذه الانانية. نحن عم نقول نحن انا الوحيد اللي ماني طارح حالي، بس جوا بالك يعني بهالقصة. بس انا عم بقوله بشغلي، انه نحن اليوم اذا بدنا نتخلى عن الجنرال عون بفريقنا او فريق الاخر يتخلى عن دكتور جميل جعجع يلي لحتى الان مرشحه، بدك تلاقي البديل اللي بيعبي اذا بتموقعه عند المسيحيين ويلي بيرضي المسيحيين ويلي بيقدر يجمع الزعيمات المسيحيه حوله. نحن هذا اللي عم نقوله. هلا بتقلي مين هذا الشخص؟ بقول لك لا ما ادري، انت لاقيه، اعطيني شيء اسم. انا منه شغلتي يعني اطلع خصوصا على ما وصلنا. وبذات الوقت ان يكون نحن اليوم كمان عم نحكي بسايكس بيكو جديد بالمنطقة، بسايكس بيكو ديموغرافي إذا منه جغرافي، بجو جديد، بخيارات بالمنطقة قد تطيح بكل الأقليات. كمان بدك تقرأ بهذا الجو، بده يكون كمان يريح. هلأ المشكلة أنه بيننا وبين 14 أضايق الخلافات هي بموضوع السياسي الإقليمية تختلف 180 درجة. مين بده نص يا حبيبي، ما نبدا تفلطون. نحن رئيس الجمهوريه، حتى مع الرئيس الفرنجيه، ما تنسى لي ضرب الميراج وكيف الروس فاتوا بالميراج، عوامل خارجيه تدخل، كمال زملاط مشي مع الرئيس الفرنجي، قصم نوابه، كانت بس عوامل.
بس عم بقول كانت المعركة الوحيدة يلي فيك تقول الأكثر ديمقراطية، ولكن ليست ديمقراطية 100%. خلينا نطلع بس ما عندنا ينسى كمان إنه ما نعيشين بجزيرة. أنا كبر أي جمهورية صار عندنا 14-15 ليه ما بتشوف 13 البقوة؟ ليه ما بتشوف 13؟ دائما بدنا نمتثل بوحدة أوكي الأكثر ديمقراطية، وأنا بفتخر إنها كانت لجدة. بس خلينا نطلع ب 13. أنا عم بقول لك حاجة، نخبر اللبنانية أشياء ونحلمهم أشياء، ونحن عم نقول بدك تتفق على رئيس الجمهورية قبل ما تروح على جلسة مجلس النواب. احنا اليوم امبارح ميشيل سليمان لكن الأمم المتحدة قالت لن يرتاح لبنان قبل انتخاب ميشيل سليمان رئيس الجمهورية، يعني طلع اسمه بالأمم المتحدة بوقتها ما بنسى. عظيم يعني، بس هلا يعني هل صار في يعني بعض انه بنيان بالأول، وهلا بدك تنعني بهالحرب اللي عم بتصير بالشرق الأوسط. نحن بلبنان هيك يعني عبكلة بيقرر لبنان بيروح يمين أو شمال بهيدي بالصندوقة بالصوت؟ حد يضحك على العالم يضحك على حالنا. نحن عم نقول نحن اللي عم نقوله أهم شيء اليوم، وهيدا اللي أنا برأيي اللبنانية لازم يكونوا معتبرينه إيجابي، ولازم الإعلام اللبناني يعتبره إيجابي، والسياسة اللبنانية تعتبره إيجابي، إنه ما عم نقتل بعضنا إنه إحنا اليوم نحن هل هيدا أذاننا عم نقتل بعضنا أو البعض بيقولوا في نوع من أنواع المظلة الدولية؟ خلينا شو بدك من المظلة الدولية؟ المظلة الدولية ما بتحمي حدا. اللي بيحمي حدا الإرادة. نحن عندنا إرادة أساسية، هيدي إرادة بين إيدينا، ما بنقتل بعضنا. أولا لأنه إرادتنا ما نقتل بعضنا، ثانيا لأنه التوازنات اللي موجودة خلقها هيك أنا برأيي بقوة إلهية سنة 2009 عمل التوازن سياسي بالبلد، ما حدا قادر ياخذ البلد محل ما بده. وانا بعتبر هذا كمان من اللي حافظ على الامن والاستقرار بالبلد. فلذلك انا بعتبر دعسه ناقصه قد تطيح بالامن والاستقرار. نحن اللي عم نقوله خلينا نشكر الله 100 مره انه ما عم نقتل بعضنا اولا. ثانيا بتقلي الوضع الاقتصادي بالبلد، انا بقول لك الوضع الاقتصادي بالبلد اذا نحن فينا نفعله شوي ونقدر نستفيد من اللي عم بصير حولنا، ونقدر نعطي نحن منه مطلوب لا نستثمر لا نستجلب استثمارات ولا نعمل وركات، نحن نعمل شوية مناخ لهالاستثمارات تتجي وحدة بلبنان. أنا اليوم بهذا الظرف يلي سوريا فيها مشكل، طب ليك هالأموال اللي راحت من سوريا ليه ما اجت على لبنان؟ لا تجي على المصرف أوكي بيستفيد بالنهارات، ليه ما اجت على الاستثمارات بلبنان؟ هالأموال اللي طلعت من الدول العربية أو من بعض الدول من العراق من كله ليه ما اجت على لبنان؟ اليوم أنا هون بقول لازم تفتح مساحة لبنان اقتصاديا يرجع يعيش. هذه ما عم نعرف نستغلها. ليه ما عم نعرف نستغلها؟ لانه بدنا نوقف مجلس النواب، وبدنا نوقف ما بعرف شو، وبدنا نطلع هون لانه موقفين ضد قياسه. يعني عم نتحول شيئا فشيئا الى دوله فاشله. نحن دوله فاشله، هلا عم نعلن الافلاس. نحن هذا النظام فاشل اصلا، هذا النظام فاشل اصلا، هذا النظام يلي ما قالوا رئيس مجلس اداره، ما قالوا صلاحيات عند حدا، ما في شيء في 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 مجلس اداره دايرينه اربعه خمسه كل واحد عنده نفس الصلاحيات، ما حدا بيعرف صلاحيات مين مع مين، فنحن اصلا سيستم فاشل. انطلاقا من هون، هل هذا يعني انه انت مع مؤتمر تاسيسي؟ انا مؤتمر التاسيسي في ناس بتقول لك مع، في ناس بتقول لك لا، انا بقول لك شغله مع بكل موضوعيه بكل ارتياح بجو مرتاح بالبلد، نقعد كلنا مع بعضنا ونقول هون صار في اخطاء، هون صار في ايجابيات، هالايجابيات نطورها، هالاخطاء نصلحها. وهيدا بتصور بكل دوله بالعالم بيقعدوا بعد 20 سنه من الدستور بيقولوا يا اخي هاي القصه ما بتطبق خلينا نشيلها، هالقصص بتطبق خلينا نقويها. يعني تعديلات دستوريه عن طبق. انا بقول انت مع تعديلات دستوريه؟ انا كل يوم مع تعديلات دستوريه بس بتوافق وطني. انا ماني مع تعديلات دستوريه مع انه فريق يتحدى فريق فيه. أوكي. انا مع توافق وطني دائما على التعديل، بس انا اعتبر وانا بعتبر شريك السني في البلد يعتبر، وشريك الشيعي والدرزي وكل الطوائف تعتبر انه في محلات امور في انتقاص من حقوق هول، في 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 امور ما بتطبق، في امور بينت الايام انه خلقت مشكله بالحكم، هول كلها بدها تصليح، اكيد بدها تصليح. طيب سؤال اخير كمان بهالمجال، هيدا بمجال رئاسه الجمهوريه، هل هذا يعني انه اذا بدنا نختم هالملف يعني الانتظار هو سيد الموقف الى حين الاتفاق، الى حين انه القوى السياسيه الاساسيه انه تحسم امرها على كل الصعود، بس هذا ما بيرتب اعباء علينا جميعا كلبنانيين؟ شو بيركب اذا في رئيس ولا ما في؟ عندك على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي يعني ميشيل سليمان، هلا بدك تقول لي كان ايام الاقتصاد تبعه كنا دبي وهلا صرنا باكستان، ما نحن
هذا الوضع الاقتصادي سيء. الرئيس ميشيل سابين قعد 6 سنين ما شفت تقدم وتاخر شيء بالاقتصاد يعني، وهلا بس راح ما شفت الانتخاب سيء ولا اساء بالوضع الاقتصادي اليوم والوضع بالمنطقه. وانا عم بقول لك اليوم اذا بدك تستفيد من الوضع الاقتصادي الحكومه بتلعب دور، مجلس النواب سن قوانين تسهيل امور استثمارات بيلعب دور. انا هذا رايي اليوم، تشجيع الاستثمار في لبنان بيلعب دور. ما الحكومه كمان معرضه للشلل، رح نحكي عن هالموضوع انه كيف الحكومه معرضه للشلل على اساس تعيين قائد الجيش بعد 3 اشهر، رح نحكي عن هذا الموضوع وانما بعد فاصل اعلاني ثان لهذه الليله. مع الوزير بموضوع الحكومة، هذا الأسبوع معنا غدا جلسة للحكومة، إذا دعا الرئيس تمام سلام إلى جلسة الأسبوع المقبل، هل بتشاركوا كتيار مرده في حال اعتكاف وزيري التيار الوطني الحر؟ أنا بقول ما حيعتكفوا، يعني هنأتي ما رح يعتكفوا، لأنه ولكن حقنا أنه ننزل على مجلس الوزراء ونناقش الأمور، وفي أمور تمشي وفي أمور ما ممشية. أنا أعتبر من حق فريقنا السياسي أنه يكون عنده طلب أنه ينطرح التعيينات الأمنية على طاولة مجلس الوزراء. بالنسبة لقوى الأمن الداخلي خلصت؟ بالنسبة لقوى الأمن الداخلي خلصت. طيب بالنسبة لقائد الجيش عندنا 3 أشهر، معقول نعطل الحكومة بعد 3 أشهر؟ لا ما حدا، بس عم نحكي اليوم تم التمديد، بس ما فينا نقول تم، يعني أنه اليوم أنا كنت عم بقول لك ما تعملها، وكان الجنرال عون مش أنا عم بقول ما تعمل، وعملوا، وحقه كمان الجنرال عون يعمل ردة فعل، وحقهم فريق مكون اساسي ببلد يعمل ردة فعل، وحقهم حلفائه يتضمنوا معه. يعني احنا هذا اللي عم بيصير بهذا الموضوع. نحن موضوع هلا بتقول لي كيف رايحه الامور، بقول لك استقالي ما رح، يعني نحن اليوم بتجي ما في استقاله، وبصير مثل وقت اللي السنيوره سلم البلد وحده. ونحن اليوم بس بتقول لي سهل لهم حياتهم، لا ما عاد سهل لهم حياتهم. هذا اللي يعني تعقيد الحياة داخل مجلس الوزراء هيك رح يصير؟ أنا مش ما في شيء اسمه تعقيد حياة، في شيء اسمه حق لفريق معين. اليوم بيجي ما المشكلة، لا رح لك كيف، شو بده هالفريق المعين؟ لا لا لا، أنه اليوم تيار المستقبل اللي لقلنا لقلنا واللي لقله للبنان مش مزبوط. يعني اليوم اللي عم بيصير التعيينات يلي بيجيب جماعته هول للبنان، وإذا أنت بتطرح واحد كفوق وكل هول هذا لإلك، هذا منه للبنان. إنه يا الكل بيجيب الناس يلي تنتمي أو سياسيا. وأنا بقول لك شامل روكوس لا ينتمي إلى التيار الوطني الحر، يعني عم نحكي بس بهذا الموضوع. يا أما لأنه حتى وقت بيقول لك أنا ما بدي أو بدي غير المدير، ما بدي عماد عثمان، عماد عثمان تيار مستقبل قبل ما يكون قوى من داخلي، عم نحكي مع انه ضابط كفوق وكل هذا الموضوع، بس انت طبعا ما مشي بمجلس الوزراء. بس عم بقول لك لا انتبه، قالوا بدناك، ما قالوا ما بنمشي، انا عم بقول لك الاتفاق يلي صار ببيت سعد الحريري، انا بدي اقول لك على الاتفاق. الشيخ سعد الحريري، دولة الرئيس سعد الحريري بيعرض على جنرال عون بده العميد عماد اسمين مدير عام قوى امن. بيقول له جنرال نحن ما عندنا مشكله، بس نحن عندنا كمان بدنا نعين قائد الجيش. قال له كمان ما عندنا مشكله، نتكل على الله. بيروح الجنرال بيطلع على البيت وبيعتبر انه الجنرال شامل او العميد شامل روكوس سيصبح قائد الجيش. ببلش يسمع بالاعلام، بيرجعوا بيطلعوا بيطمنوه انه هذا الحديث غلط. بيرجع بيسمع بالاعلام، بعدين بيتبلغ عبر الاعلام انه مش ماشي عبر سعد الحريري، انه هيدي بدها رئيس الجمهوريه. وبيطلعوا بيقولوا له انه قياده الجيش هي بمستوى رئاسة الجمهورية. أنا ما ببل أنا كماروني إنه يكون مديرية عامة بالدولة مع احترامي لقيادة الجيش بمستوى رئاسة الجمهورية، بتتنازل عن رئاسة الجمهورية تاخذ قيادة الجيش. واليوم أنا عم بقول لك المفاوضات مع الجنرال ميشيل عون والضغط عليه عبر عائلته وعبر هذا إنه إذا ما قبل يتنازل عن رئاسة الجمهورية حتخسروا قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية. وأنا أتصور، أنا بقول له لا هن بيعطوا رئاسة الجمهورية ولا هن بيعطوا قيادة الجيش ولا هن راح يعطوا شيء، اللي بيعطيها هو موقعه السياسي، هو قوته السياسية. لذلك أنا كسلابا فرجي كنت أعتبر من أول الطريق من قبل 25 أيار، وقت كانوا يقولوا له رح ننتخبك رئيس قبل 25 أيار، والجنرال أنا بتصور منه موهوم، لو ما كان موعود منه وقت راح على
على إيطاليا ومن ثم إلى باريس، لو ما كان موعود ومتفق على رئيس الجمهورية ما كان إجا قال سعد الحريري معي برئيس الجمهورية. هلا قالوا له سعد الحريري معك، سعود الفيصل ضدك، مع احترامي للأب، وإذا راح هلا الأبي سعود الفيصل. طيب ما بين انه بالنتيجه هذي شو كانوا يعتبروا؟ كانوا يعتبروا يعني هل تعتبر انه تيار المستقبل عم يخدع الجنرال؟ انا بقول لك شو كان عم يعمل تيار المستقبل. تيار المستقبل كان مثل عادته عنده مثل نوع من قناعه انه حزب الله لن ينتخب ميشيل عون رئيسا للجمهوريه، وحزب الله قد يلعب لعبه مزدوجه. هو بيقول انا اقف الى جانب الجنرال عون والرئيس نبيه بري يقف ضد. عندما لقى انه لا، الرئيس نبيه بري وحزب الله مشيوا بالجنرال عون رئيس جمهوريه، اضطر هو يقول لا، هيدي قبل 25 ايام بس، انه لا، انه ما بدنا نختلف معه، صار يمدده. صرنا على قياده الجيش، شو اعتبروا؟ انه اذا ما بيمشوا معه برئاسه الجمهوريه هيدي ما لعبوها زيك، بس هيدي مستحيل انه يمشوا بشامل روك القائد الجيش، لانه كانوا بيعتبروا انه العميد قريب من الامريكيين وكذا. عملائي وحزب الله مشي بالعميد شامل روكوس قائد جيش، كمان اضطروا هن يقولوا لا. هن شو كانوا عم بيقولوا؟ احنا بنقول ايه؟ حزب الله بيقول لا، يعني كانوا عم بيناولوا. فلذلك انا اعتبر انه ما بدهم يعطوا شيء للجنرال عون، ولا راح يعطوا شيء، ولا اذا هلا قالوا له، حتى اذا هلا قالوا له اعطينا الرئاسي خط قياده الجيش، رح ياخذوا الرئاسي ما حياخذوا قياده الجيش. فلذلك انا اعتبر انه هذا كله سوا مناوره، وانا اعتبر حق لكل فريقنا انه يعمل كل الوسائل للوصول الى حقنا، اذا بدك تعتبر كفريق سياسي انه عظيم. انه يكون أنا اكيد انه حق بالسياسه، بس كمان اللي عم يطرحه المواطن انه إيه هالتعيين، هالتعيين لقائد. انا عندي سؤال لك وليد، ليش نحن اذا اليوم رفضنا البحث باي شيء قبل ما يصير في بحث بالتعيينات الامنيه بنكون نحن عم نعطل مجلس الوزراء؟ مش اذا مجلس الوزراء اليوم عين شامل روكوس تمشي الامور يعني، او بحث هلا إيه؟ بده يعينه قبل 3 اشهر هلا، في قائد جيش. هلا ما عم نحكي هلا، هو لو مش هو نحكي هلا وصلنا هلا وين وصلنا نحن لو نجي نعين لو نجي. طب ليك انا بقول لك شغله، لو بقي المقعد شاغل بقوى الامن، ما تعين مدير قوى امن، ما وزير الداخليه لكم، ما اذا بدنا نعتبر انتم الضابط الاعلى سنان قريب منكم او الاعلى رتبه، وكل هذا الجو كنتوا بقيتوا الامور وكنتوا قلتوا يا خيي معي عنا مدير قوى امن، طب ليه بدنا نعمل هيك؟ بس وقت اللي رحت بنكي مددت سنتين دغري لمدير قوى الامن، هيدي انت بدك مشكل. انت شو بدك؟ بتعرف شو بده هو؟ هو بده يعمل مشكل الفريق المستقبل. ايه بس هو بنيته شو؟ ما هو دائما بنيته بيعمل مشكل، نحن بنستقيل او بنعتك كيف؟ تفرط الدنيا، بس تفرط الدنيا صرنا نحن كفريق ثاني أدار متحملين فرط الرئاسي وفرط الحكومي وفرط المجلس، صرنا مضطرين نروح نعمل ديل، تعوا على ديل، الديل ما بقى يصف، حكومه ساقطه، قدام مين بدها تعمل استشارات الحكومه وقدام مين بدها تحلف يمين؟ مجبور يكون في رئيس، ما بقى فينا الا بدنا نتفق على رئيس وحكومه وهذا، صرت بدك تعمل ديل كامل، هن بدهم يفرطوا الحكومه تيروحوا ياخذوا رئيس، اي ما حنعطيهم هالديل. طيب بس ما بتعترف كمان انه فريقكم تلقى نوع من انواع الخساره بهالموضوع؟ يعني انه هن عملوا اللي بدهم اياه بالنتيجه. بشو؟ بقضية التمديد سنتين. بعدين شو صار؟ وين بتصرف؟ مددوا سنتين. طبعا. ولا انتم معركة ما معروف إذا رح تربحوا أو رح تخسروا. أنا بقول لك معركة قيادة الجيش. أنا بقول لك أنا بقيادة الجيش أنا واضح موقفي من أول يوم ومن متميز يوم إيه؟ متميز عن العماد بشنو؟ أنا منو؟ أنا مع شامل روكوس أولا وثانيا وعاشرا وألف، بس برجع بقول لك إذا ما قدرنا نوصل شامل روكوس أنا مع جان أهوجي يتمدد له، أنا ماني مع إنه نسلم قيادة الجيش، وخاصة اليوم إذا اليوم يلي بتعجبه ولا ما بتعجبه ثنائية الجيش والمقاومة والشعب إذا بدك تعتبر الثلاثية، بس ثنائية الجيش والمقاومة أنا أفرطها لأنه ما قدرنا وصلنا شامل روكوس لأنه 14 أدار ما بدنا إياه. يعني كنا أعطيتهم هديتين، ما جبنا شامل روكوس وفرطنا هاي الثنائية ما حعمل لنا الهديتين. يعني أنت بالنتيجة منك ضد التمديد. انا لا انا اذا ما قدرنا اذا ما صار في تعيين قائد، مش انا اللي رافض شامل روكوس، انا عم بقول 14 اضر اذا مشيت بشامل روكوس انا هي احلى هديه بيعملوا لنا اياها. اذا ما قدروا مشوا بشامل روكوس انا مع التمديد اكيد للعماد جان اواجي اللي هو اساسي بموضوع ثنائيه المقاومه بالجيش، انا ماني ضد. طيب ما دام عم نحكي هالموضوع عم نشوف انه في هيك محاولات
وساطة من قبل الرئيس بري والنائب وليد جملط. هل برأيك هل حركة الوساطة بالنسبة موضوع إلى الحكومة بالنسبة إلى مجلس النواب أنه تيحلحلوا هالأمور اللي موضوع مجلس النواب إذا دعا الرئيس بري إلى جلسة أنا نازل مشان نكون واضحين حتى لو تجاوز بلا تشريع الدولة انتخاب وبلا هول أنا نازل على الجلسة. أنا ملي يعني أنا بشوف شغلي أولا أنا تشريع الضرورة أنا مني ضده ما بدي أقول معه أنا مني ضده لأنه حسب أي ضرورة يعني وبذات الوقت الرئيس بري حليفي ليه بدي أذركه أنا بدي أذرك خصمي يا معالي الوزير بس من خلال كل هالمواقف يعني صار مبين أنه موقفك متمايز يعني عن موقف الجنرال عام أنا ما بكتير من القضايا وبكتير من الأمور بس سؤال بس أقول لك شغلة وليد أنا مني طيار وطني حل أنا مرده أنا اليوم أوكي بس أنتوا تكتل تغيير والإصلاح خي تكتل وتغيير وإصلاح على راسي وحد الجنرال ب 99% من المواقف ولكن أنا أعتبر أنه اليوم أنا مش هيكون واضح أنا إذا في عبوكة رئيس بري أنا رئيس بري حليفي مثل ما الجنرال حليفي وأنا كتير واضح وبتعرف أنت أنه الرئيس بري ليس على ود كبير مع الجنرال عام أنا لا أتدخل أنا بتدخل توفق بيناتهم ما بتدخل تزيد الشرخ بيناتهم وأنا بعتبر بالنتيجة باستراتيجية الرئيس بري والجنرال بموقف واحد ريح راسك بهذا الموضوع ولكن أنا ما بحرج حليفة أو ما بيجي مثل ما بيقولوا بضيق على حليفة أنا مع حليفة أنا بدي أقوي لحليفة وأنا بعتبر اليوم أنا اليوم وقت اللي عم بقول ما بنزل إلا بهالشروط أنا بعتبر عم ضيق أنا اليوم الرئيس بري بده قانون انتخابات قد ما أنا بدي قانون انتخابات بده قانون استعادة جنسية قد ما بدي إياها بس الرئيس بري أنا اليوم إذا حليفة ما هيعمل قانون يضرني ولا يضر الجنرال بس بزيت الوقت أنا بنسق معه ما بنسق مع خصمي السياسي إنه تأحرج حليفة وجيب قانون آخر شيء أنا أوقع بالفخ وفوت حيلي بالحيط أنا هذا اللي عم بقوله أنا اليوم أنا اللي قانون انتخابات بيقويني أنا وبيقوي الجنرال ما عم بقول بيقوينا أعوج لا عم نحكي عنه بيعطينا حقنا حسب أي أنه بيعطينا حقنا أنا بتصور الرئيس بري ما هيعمل قانون انتخابات بقصد وخاصة المسيحيين إذا الأكثرية فعلا حلفائه للرئيس بري إذا الأكثرية المسيحية اليوم يلي هي تمثل الجنرال عون وجونا ما نحن حلفائه ليه بده يضربنا قبل ما نحكي عم نحكي بالسياسي قبل ما نحكي بالمسيحية لذلك أنا أتصور بعدين الرئيس بري مشي بالأرثوذكسي ما كان ضد الأرثوذكسي إيه طبعا بس يعني عم نحكي عم نحكي اللي طيق الأرثوذكسي الدكتور جعجع مظبوط 14 دكتور جعجع أو عدم التوافق الوطني حوله كمان و14 فردون إيش بدي من التوافق الوطني الرئيس بري يعني والأخوة الشيعية وحزب الله كانوا مع الأرثوذكسي هلأ بتقلي على مضض ولا غير بس كانوا معه اللي طيق الأرثوذكسي 14 أدار واللي كان هو إذا بدك تحكي الرصاصة الرحمة على الأرثوذكسي الدكتور جعجع وقت نزل بشي بالقانون لأنه البعض طرح أنه الانتخاب مثل ما طرحت حضرتك هلأ بالنسبة إلى الرئيس يعني أنه بدك توافق مسيحي حوله بس كمان بدك توافق وطني هداك فائد الميثاقية الوطنية طب أنا بسأل بالتجارب بهالخمس سنين ست سنين مين كان داعم أكثر المسيحية حلفائنا ولا حلفاء الآخرين 14 أدار المسيحي يعني خلينا نقلع بالنواب في شي نايب انتخب بمناطق الصوت الشيعي بيرجحها ما انتخبوا مثل ما بدن حلفائهم طيب أنا بسألك العكس وين في الصوت السني اللي بيمونوا عليه تيار المستقبل أكيد صوتوا لمصلحة حلفائهم المسيحيين أنا بقول لك وين طرابلس ليه لأنه سقطوا في بيعون بسيل بالبترول مش لأنه بيحبوا سامر سعادة لأنه بده يجيبوا سامر سعادة على موقعهم سقطوا جبران بسيل بالبترون كيف علاقتك مع الوزي جبران بسيل بس البعض بيقولوا أنه منا كتير منيحة لا بالعكس عم بقول لك جيدة هو عنده أشغاله هلا وزير خارجية شو عنده؟ عنده أشغاله ملهي وزير خارجية عم بقول من هيك يعني ما في زيادة لا عم بقول لك بنشوف بعضنا قليل بس منيح الجو وين؟ وين عم تشوفوا بعضكم؟ أوقات عندي هون أوقات برا طيب مع الوزير ما دام حكينا عن العلاقه مع الرئيس نبيه بدري كيف العلاقه مع الرئيس سعد الحريري حاليا عاديه فيني اقول طبيعيه هو عنده موقفه السياسي انا عندي موقفي السياسي بالعيد بعيدنا بدق لنا بعيده بندق له بالمناسبات بس انه ما في اذا بدك تحكي بالسياسي كل واحد بموقف ومع الرئيس نجيب مئاتي ممتازه صاحبي انا نجيب شو ما صار بضل صاحبي
وكيف بتفسر بهالمجال انفتاح الرئيس سعد الحديدي على فيصل كرامي ما دام عم نحكي على الموضوع الطرابلسي؟ فيصل كرامي انا اعتبر من اركان هذا الخط السياسي، وبيو من 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 اركان خطنا السياسي، وانا بعتبر فيصل كرامي مثل ما بيقولوا فيك تدله ظهرك وبتعرف انه ما ممكن الا يكون سيف بظهرك، يعني ما ممكن الا يكون معك. والعلاقه مع النائب وليد جنبلاط؟ عاديه، يعني اخر مره بالمحكمه الدوليه ما بعرف شو طلع براسه، بس انه شو عم تقصد يعني انه شو طلع براسه؟ وقت اللي طلع الف هي القصه قصت انه انه نحن شو انه اذا بتعملوا انتخابات اذا بتمشوا بالقانون ما بتمشوا عنا غير سبل، يعني قصه انتخابات الستين يعني المحكمه الدوليه انه انا بتصرف كرئيس عصابه اوكي يحكي بده اياه منا مشكله الله يسامحه. ومع البطرك الراعي منيحه، كثير منيحه ممتازه، يعني كل الخطوط جيده على الصعيد السياسي. لا انا عم بقول لك انا اليوم موقفي السياسي واضح، وانا اللي بيحب يضل يحكي معي بهالموقف السياسي ما عندي مشكله، بس عاد حيره المنو مزعد يحكي معي مشكلته، بس انا موقفي السياسي واضح، انا اصحابي حلفائي خطي ثوابتي ما راح اغير. ولا اكبر الانتقادات صارت عندك لرئيس ميشيل سليمان؟ لانه انا رئيس ميشيل سليمان انا فوتته وقت اللي عمل رئيس، وبعرف عن شو انت فوتته؟ انا رحت يوم وقت اللي كنا عم نفوضه حلفائنا ونحن، انا اللي كنت اذا بدك تعتبر اساس الوفد بهذا الموضوع. ايه شو كان جوهر هالمفاوضات؟ كان 8 اذار هو؟ ما بدي اقول لك اكثر، كان معنا 8 اذار، يعني انا بتذكر أكد انا بس يعني بسالك سؤال، اكد لك يعني انه مواقف 8 اذار؟ كان مواقف 8 اذار تقريبا، من هيك انتخبته؟ ما بدي لك 100%، بدي لك 99%. ايه وبتعتبر انه غير؟ نحن بننتخب ميشيل سليمان، هلا انت شايفنا انت بتحكي عن الديمقراطيه، نحن كثير هالقد ديمقراطي، هلا عبد الله عم تعطلوا الرئاسه لانه بدنا نعزوكم، نحن بنمشي بشيل ثمان لو ما كان مثل موعدنا بكل شيء بدنا اياه؟ انت برايك كنا بنمشي فيه؟ يعني عم نحكي طيب لا بس انه بنعرف بعدين انه في تسويه الدوحه ويلي بالنتيجه انه اوكي بس تسويه الدوحه في تسويه اقليميه لا لانه ميشيل ثمان وقت لك نتفه ضل 6 شهور بعدين، ما هو هذيك اليوم اتهمني انه انا لو مني ما صار 7 ايار إذا بتتذكر، أنا ولا من سليمان فرجي ما صار 7 أيام. أنا بقول شغلة كثير بسيطة، أنا شو كان طلبي قبل 7 أيام؟ أنا كان طلبي قانون الستين، قائد الجيش نتفاهم عليه، كان طلبي حكومة ثلث الضامن، وكان طلبي شيء ما بتذكر شو هو. طب كلهم نطبقوا معناتها إذا هالقد قوي إنه هو رفض، طب ما مشيوا عمل رئيس ومشيهم. طيب كيف رفض؟ وهو تبنيهم وهو مشي فيهم وهو اللي بقى، انا اعتبر انه خدعتهم قانون الدوحه ما اجى بناء على مطالبنا. اذا بتتذكر قبل شو كان مطالبنا نحن، شو كان مطلبنا وقت حتى الاعتصام، شو كان مطلبنا؟ قانون انتخابات، ثلث ضامن بالحكومه، وكانوا يسموه ثلث معطل، كنا نسميه ثلث ضامن، و قائد الجيش اجى بعدين بناء على جونا انه نكون متفاهمين عليه ونحن يكون يريح المقاومه. طيب انه شو صار بعدين؟ طب انا بقول لك لو مشوا فيهم بالاول ما رحنا على الدوحه ولا صار 7 ايار ولا صار اعتصام ولا صار شيء، كانت ضلت ماشي الامور يعني من اول الطريق. تنختم يعني هل بتعتبر انه رئيس ميشيل سليمان خدعكم؟ انا بعتبر بمحل ما كان هو، انا برايي تجربه ميشيل سليمان هي السبب الاكبر للتعطيل الرئاسي اليوم. هو انه اللي صار بميشيل سليمان بوقتها بالوسطي اليوم مثل ما بيقولوا قالوا شو بك بتنفخ على اللبن، قالوا الحليب كوين، هذا اللي صار فينا. طيب رح ناخذ فصل اعلاني اخير ثم رح نسالك عن موضوع الوراثه السياسيه. ما بدك تسال عن الألمون عن ايه سوريا. وبدنا نسال كمان عن الألمون عن وضع سوريا وعن الوضع بالمنطقه، وانما مثل ما ذكرنا بعد فصل اعلاني اخير لهذه الليله. مع الوزير النائب وليد جنبلاط سلم الأمانة لتيمور، الرئيس الجميل سلم لسامي، متى ستسلم الأمانة لطوني؟ بقول لك توني اليوم هو على الأرض هو موجود، و يعني إذا توني استلم الأمانة بس بدون احتفال من دون إعلان؟ بدون يعني لا أنا من أي متى توني هو المرشح وهو الموجود على الأرض وهو اللي
اللي مستلم تقريبا كل شيء على الارض زمام الامور. انا بتصور هذه لا بدها مثل ما بقولوا تسلم وتسليم عندنا ولا بدها هون، ولكن توني هو اللي موجود على الارض اليوم بموضوع ال بس انا ما اعتكفت يعني مثل ما رئيس جميل ما اعتزل مثل ما وليد بيك ما اعتزل. انا بعتبر انه نحن موجودين بس انه انا ابني هو اللي سيخوض الانتخابات هو الموجود هو اللي. هل هذا يعني انه خلص مشيت بخط التوظيف السياسي؟ يعني في كثير اسئله من ناس مشاهدين أنا عم بيقولوا انه بحبوا سلوكك وبحبوا كل ادائك بس بيقول لا انه الوزير سليمان فرنجيه وقع بمطب التوريث السياسي. انا مش قصه مطب ولا غير مطب، انا ابني توني بحب السياسه وسيترشح الى الانتخابات، فين ينتخبوه فين ما ينتخبوه. يعني انا ما وردته سياسه، انا هو حب يشتغل سياسه، انا قلت له هو بيكون على الارض ينزل يجرب حظه مع الناس والناس بتقرر تنتخبه ولا لا. يعني منه ما المشكله هي انه بيعتبروا نحن مثل كانوا نظام ملكي، انه ملك بخلف ملك بخلف ملك، مش مزبوط. انا مواطن بجيب مواطن، ابني بجيب مواطن، والنائب بتنقي من بيمثلها. بس ما بعرف ليش عند الناس انه اذا واحد ابن مسؤول سياسي ممنوع يترشح على الانتخابات والناس تنقي. هذا اللي هي منا ممنوعه بس انه صارت لانه اذا يعني ما بتشوف التجارب الغربيه انه غير شيء يعني ما عجبهم للناس ما يلحقوا لك بوش جيب بوش. وكلينتون هلا هاي ورده كلينتون اذا مثل ما انا رايح الامور انه هذا يعني توريث سياسي، هذا انه العالم الشعب الامريكاني نقى. انه عم نحكي الشعب اللبناني هو بنقي مين بيمثله، يعني هذا نحن بالنسبه لنا الشعب اللبناني هو بنقي مين بيمثله. يعني واخر شيء يعني هذه المنطقه عندها قدره كافيه انه تنقي ممثلين الحقيقيين. ولا مره كانت مش اذا بدك تعتبر منطقة عندها نبض انتخابي قوي، منطقتنا هي بتنقي ممثلين الحقيقيين. طيب رح نروح هلا بالملف الأخير يعني لهالليلة، موضوع عرسال وما يحصل على السلسلة الشرقية لجبال لبنان. اليوم أعلن السيد حسن نصر الله إنه المعركة مع داعش بدأت. ماذا يعني هذا الكلام؟ وهل هذا يعني إنه قدرنا أن ننتقل من حرب إلى حرب إلى حرب إلى ما لا نهاية؟ أنا أعتبر يعني اليوم بدنا نحط قدامنا انه في مع ولا ضد حزب الله بوجوده بسوريا او بوجوده على بالقتال في سوريا. بالاول كان مع ناس مع لانه هي بمحورنا، وفي ناس ضد لانه بالمحور الاخر. اليوم وضحت انه التكفير اولا خطر على كل المنطقه. يعني اذا السعوديه خايفه منه انا هون عم طمن، إذا الكويت خايفة منه أنا عم إذا الأردن عم بتصرخ أنا عم طمن، أوكي ما في مشكلة، بس أنا هذا كله سوا ما بدي حطه. بس أنا عم بقول اليوم التكفير خطر على وجود الاعتدال بالمنطقة، كيف إذا كان على الأقليات وعلى المسيحيين وعلى كل هذا الجو. وأنا ماني أنا عم بقول هذا الشيء، كل الجو بالعالم وكل الإعلام بالعالم معك ولا ضدك غربي ولا شرقي كله عم بقول هذا الشيء. لذلك انا اتصور حزب الله طالع يقاتل عن وجوده وعن وجوده وعن وجود لبنان وعن وجود كل واحد اليوم بهذا الجو. هن بيقولوا ما حدا طالب منه هذا الامر، ما حدا طلب منه انه في الدوله اللبنانيه، أنا في الجيش اللبناني، في القوى الشرعيه اللبنانيه هي التي تدافع عن الناس. انا اذا بدي ضل ناطر الجيش اللبناني يلي اسا لهلا ما اجى قرار واضح يفوت على عرسال، وبعدين الجيش اللبناني بكل تنوعاته انه اذا عبوك لو مش مغطى مزبوط بكره بفوتوا بيقسموا لك اياه مثل ما قسموه بال 75، انا ما يعني ما حاوصل على محل. انا اعتبر اليوم ما بحك جلدك الا ظفرك، قال هذا. اليوم نحن حزب الله شئنا ما بينا عم بدافع عن لبنان، وعم بدافع عن اذا بدك حريه المعتقد بلبنان، عم بدافع عن مقدسات اللبنانيين بمختلف طوائفهم. انا برايي هذا اللي عم بيصير، لانه اذا اجى داعش حتشيل كل شيء. وانا بستغرب وهلا قلناها هذيك الساعه انه يا خي طيب نحن 2009 خاضوا الانتخابات 14 اذار على مبدا انه حزب الله بده يلبسنا تشادور، يلبس نسواننا تشادور، حزب الله جاي بده يأسلم البلد، حزب الله جاي بده يفرض الشريعة بالبلد، هي القصة. وحزب الله كان ينكر ويقول لا ومش مضبوط، لا امبلا يا خيي، لا امبلا
قال لهم يا اخي ما بتركب هيدي، ما بيقدر يعملها حزب الله. لا امبلا انتم ما بتعرفوا. طيب ويمكن هن كانوا مصدقين اللي عم بيقولوه، مقتنعين باللي عم بيقولوه. نحن كنا نعرف انه لا مش مزبوط. كنا نقول نحن بنعرف حزب الله اكثر منهم، مشان هيك هن مخوفينهم من حزب الله، حاطينهم كله. اليوم هن عم بيقولوا هول لا ما جايين يعملوا هيك، اطمنوا. هولي بالعكس، هولي جايين هذا النظام سيء يشيلوه، بس تركب هولي كلهم ب 24 ساعة ما بيضل شيء منهم، بيتحولوا بيرجعوا بيصيروا. هن عم بيقولوا يعني داعش والنصرة وفتح الشام وفتح شو اسمه جيش الفتح وكل هول، انه يا خيي نحن بدنا نحكم الشريعة وبدنا نفرض عليك انت نفسك هدول، وبدنا ناخذ لبنان وبدنا نفرض الشريعة بلبنان، واللي بيمشي معنا اهلا وسهلا واللي بيمشي معنا يتفل. هن بيرجعوا بيقولوا لك لا منه هيك يا خيي، هن اصحاب القضية بيقولوا لك نحن جايين نعمل هيك. و14 اذار بعد 14 اذار بيقول لك لا بنون هيك. بس هن عم بيقولوا هيدا اذا بدهم يعملوه بسوريا او بغير سوريا، بس عم بيقولوا هن بعد ما وصلوا الى لبنان. يا وليد ولك اذا الجيش العراقي ما قدر يوقف بوجهم ببعض المناطق، اذا الجيش السوري ما قدر يوقف، دكتور جعجع بده يوقفهم ويهديهم. لك حاجه نضحك على حالنا، مش بس يمكن دكتور جعجع، بس احنا عم نقول لبنان يعني سعد الحريري ضامنهم. السعوديه خايفه على حالها منهم بقلب السعوديه، سعد الحريري بجيب ضمانه من السعوديه اللي السعوديه ما عاد تضمن حالها بهذا الموضوع. يعني نحن عم نقول ما حدا بيضمن حاله الا نحن. نحن بدنا نكون، ما فينا نجي نطمن المسيحي، وانا عم بطلع مسيحي هون، انه ما حدا بيجي صوبك، وعندك حمايه دوليه وعندك حمايه عالميه، والفاتيكان معنا وامريكا معنا والدنيا معنا، وبكره ناكل الضرب وهن جايين لعنا يلاقونا صفينا بعض ابرص هنيك بالبواخر رايحين. نحن ما حدا بيحمينا الا حالنا. شو يعني عم تدعي الى قوه ذاتيه مسيحيه؟ انا ما عم بقوي، انا عم بقول شغله، انا واضح انا مني مع ولا دقيقه نروح عند حدا تاني نقاتل عند حدا تاني نعمل. انا عم بحكي كمسيحي، بس انا بقول لك اذا مفكر المسيحي عنده حمايه دوليه او عنده حمايه، انا بقول لك عنده حمايه وحده اسمها حزب الله اليوم بالألمون. إذا لا سمح الله سقط الألمون، سقطت حمص، سقط هذا الشيء، بده يحمل سلاح ويقعد هو يحمي حاله. أنا هيدا اللي عم بقول له إياها. هل عم تحضر لهالشيء مع الوزير؟ وما بيقدر حدا يعطيه سلاح، وما حدا حيعطيه سلاح إلا سوريا وحزب الله. رح أقول لك ليه ما حدا حيعطيه سلاح؟ لأنه هوليك بدهم داعش يربح، بدهم داعش يخلص من النظام، لأنهم عم بيحلموا ومفكرين إنه إذا داعش خرج من النظام هن بيقووا بلبنان، مانن عارفين حالهم هن يا قبلنا يا بعدنا بشوي حيفل. هل عندك يعني خوف على الشمال اللبناني؟ يعني انا بقول لك انا اعتبر انا ماني خايف من ابن طرابلس، مشان نكون واضحين. انا ماني خايف من ابن عكار ولا ابن الضنيه، انا بعتبر هولي ناس عشنا معهم الاف السنين وكنا باحلى. بس اذا اجى الغريب واذا هاجر النفس التكفيري الى هذه المنطقه، ساعتها اكيد بده يصير في خوف منه، اكيد بده يصير في خوف. انا عم بقول وانا اليوم هل عم بتعد أنا اليوم الوزير سؤال اساسي. تفضل. حكيت عن قوه مسيحيه، هل عم بتعد حالك او عم بتعد تيار المردة لمواجهه هالامر؟ انا بقول لك عسكريا اذا حصل شيء ما في مواطن لبناني ما عنده سلاح، وانا اللي ما عنده عم بيشتري، واللي قاعد موجود. وبقول لك شغله، نحن بجو انا عم بقول لك هلا اليوم انا عم بدعي كل مسيحي قل له كلمة واحدة، إذا أنت متكل على الغرب ما حتلاقيه. إذا متكل على الحماية الدولية ما حتلاقيها. إذا متكل على ضمانات هول اللي عم بيعطوك ضمانات ما حتلاقيهم. يعني عندك ضمانة واحدة أو ضمانتين، اسمع، حزب الله اللي عم بيقاتل اليوم بالألمون ضد التكفير تما يخليه يجي لعندك، عندك النظام السوري ما يسقط. إذا سقطوا هو اثنين أو سقط واحد منهم، أنت بدك تحمل بارودي وتواجه هيدا التكفير اللي جاي من الموصل لطرابلس. هيدا بده يجي هيك، أنت بدك تحمل بارودي وتدافع عن حالك وعن مقدستك وعن عرضك وعن أولادك وعن كل هول. وأنا بقول لك يا مسيحي قادر تصمد بهذا الجو. أنا عم بقول لك نحن قادرين نصمد، ورح أقول لك ليه قادرين نصمد. إذا كوباني صمدت، إذا نبل والزهراء صمدوا، إذا هيك نحن هالامتداد يلي بيمتد من هون للجنوب قادرين نصمد إذا عنا إرادة. بس إذا نحن انهزاميين ومعتبرين إنه على بكره نحن أول شغله كيف بدنا نهرب وكيف بدنا نركب بالبواخر وكيف بدنا نفل وجه ورح نهرب، أكيد ما بنصمد. بس الغرب دعم كوبا. وأنا بقول شغله، مع الوزير مش سليمان فرنجي، ما نتكل عنه. مش سليمان فرنجي هو اللي بيقرر الصمود. كل واحد، كل مواطن، وأنا بقول لك هون بهالمنطقة هذا النفس موجود بكل مواطن، بكل ولد، بكل مرة، بكل هيك. وأنا بدي هذا النفس يكون موجود بكل مسيحي.
هذا النفس موجود بكل مسيحي، وانا بقول لك ما بنتعدى على حدا ولا بدنا نقرب على حدا، بس اللي بده يجي على بيوتنا وعلى اهلنا وعلى اراضينا بدنا نواجهه. انا هذا اللي قلت انه المسيحي ما عنده دعم، وحكيت عن تجربة كوباني، بس أنا بقول لك شغله، الغرب دعم كوباني بشكل أو بآخر. وليد وليد نعم. المسيحي في يكون عنده دعم كل لحظة، بدنا نتكلم على الدعم، الدعم حيجي من سوريا ومن الحزب. إذا مفكر هول اللي بدهم داعش يربحوا حيدعموا المسيحي، إذا أجى على لبنان ما حيدعموا. مين بده داعش يربح؟ ما بدي أقول مين، أنا بقول هول اللي بيتمنوا داعش يربح. يعني اليوم إذا بتقول له داعش والله حزب الله بيقول لك داعش، إذا بتقول له داعش والله النظام السوري بيقول لك داعش. ما عم بقول هني مع داعش، بس هني هيك عم يفكروا. يلي اذا بتقول له اسرائيل ولا حزب الله ولا نظام سوري بيقول لك اسرائيل، هول يلي هيك ما حيساعدوا المسيحي، اللي حيساعد المسيحي هو النظام السوري وحزب الله. طيب انا عم بقول لك هون اذا تعرض لا سمح الله، وانا بقول لهم لا يتكلوا على الغرب، وانا عم بحكي هون يمكن على بكره ينبسطوا يمكن ما ينبسطوا، بس انا بقول لك لا تتكل على الغرب ولا تتكل على الضمانات، هول كلهم ما بيعملوا لك شيء، اللي بيعمل لك شيء هو انت قديش انت عندك نيه بالصمود وبالوقوف، وبعدين الدعم حيجيك من هون ما حيجيك من حدا ثاني. يعني هلا بمعزل عن الموقف السياسي، بس انت هم متفق مع الدكتور جعجع بهالموضوع، يعني هو قال انه في حال انه بدهم يوصلوا او بدهم يدخلوا الى الداخل اللبناني نحن جاهزين او رح نكون جاهزين. عظيم، والسلاح طيب. علينا للدكتور جعجع اذا صار شيء. هلا ما عم نحكي عنه، بس انا بقول له بده يجي، حيتفاجئ انه جامعته ما حيعطوه سلاح. جامعته عم نحكي الاقليميه بس هذا. طيب ما دام حكيت عن النظام السعودي يمكن السؤال الاخير، لانه الوقت عم بيدهمنا اليوم، النائب وليد جنبلاط، لانه قلت انه اللي رح يدعمنا او اليوم يلي عم بيدافع عن المسيحيين بشكل او باخر هو النظام السعودي. النائب وليد جنبلاط بيقول النظام السعودي انتهى بعد سقوط اللواء 52 وسقوط مناطق شاسعه اخرى شمال سوريا وغيرها من المناطق. وليد لو بدنا نسمع هذا الكلام كان النظام السعودي صار له 5 سنين بنتهي هلا، بس اليوم عنده تراجعات مع الوزير كثير بالفتره الاخيره. أول سنة كانت المعركة بقلب الشام، وبعدين توسعت وهلا رجعت محلات سقطت وبكره بترجع بتتاخذ. هيدي معركة طويلة، وهيدي معركة أنا برأيي قد تدوم إسا سنين. لذلك أنا أعتبر إنه ما كل ما نحن ربحنا معركة، يا رب يكون هون عملنا نقط زيت بنقول ربحنا الحرب، وكل ما غيرنا ربح معركة بيقول ربح الحرب. أنا بقول شغلة إنه نحن اليوم ما كنا متصورين حرب بهالحجم، ولا هن كانوا متصورين النظام بهالحجم. يعني بقى لذلك انا اعتبر انه الرهان على سقوط النظام، اذا الامريكان ما بقى مراهنين على سقوط النظام. بتقول لي هون وليد بيك او فلان ديرانو انا هذا كله حاشي سياسي. هل شفت الرئيس الاسد مؤخرا؟ انا اتصور انا بضل احكي على التليفون، وشفته من كم شهر، من شهرين او ثلاثه. من زمان. بقى لذلك انا اعتبر انه اليوم في شد حبال قبل جنيف، اذا بدنا نحكي قبل اللقاء الايراني الامريكاني، كل واحد بده يكسب تيقعد على الطاوله. انا رايي هسه الامور طويله تيصير في قعده حقيقيه على الطاوله، في قعده حقيقيه وحل حقيقي بسوريا، ولكن حل تبقى سوريا كما هي. بعدين اليوم بيخترعوا لك جيش الفتح. ليه؟ انه بنشيل طربوش الداعش بنحطها بنسميها جيش الفتح، بصير اسمه جيش الفتح. نحن عندنا مشكله مع الفكر ولا مع الاسامي؟ ما اليوم هلا على بكره الامريكان بيقولوا جيش الفتح ارهاب، بيرجعوا بيقولوا لك سميناه جيش مدري شو، او سميناه اول شيء جيش الحر، ما بقى في جيش حر، صار انه تتغير التسميات والحشوه وحده. يعني انه ذاتهم هذا نفس الفكر، هو ذاته بكل. واليوم مشكلتهم انه نحن بجربوا يقولوا له للامريكان كيف تجي بالاريل، هيك مش بالاريل، مشروع غسيل بدي اقول لك مشان ما نقول، بيجي بيحط لك هذا الغسيل، بيحط لك قميص وسخه وقميص نظيفه، بيقول لك هذا المسحوق القديم لك دقيه البقع، هذا الجديد ما بقى فيه ولا بقعه، بتقول اوف هذا منيح تشتري. ثاني سنه بيطلعوا واحد ثالث بيرجعوا بيجيبوا لك القديم عليه البقع والجديد ما بقى عليه بقع. قال هيك كل ما اجي واحد بيحطوا لك هذا القديم لك عليه بقع، الجديد ما بقى عليه بقع. بقى هي القصه اذا بدك انه كل مره بيغيروا لنا الاسم وبيغيروا لنا اللوجو من برا، وانه مرضيه الاشخاص بس الحشوه واحده. طيب بدي اختم معك بسؤال هيك على السريع، بالنسبه الى المنطقه، هل بتتوقع انه يكون في خرائط جديده للمنطقه انطلاقا من هالمخاض يلي عم نعيشه كلنا سوا؟ انا قناعتي جغرافيه بقول لك مش اكيد، وانا ماني شايف خرائط جغرافيه جديده للمنطقه، ديموغرافيه اكيد.
يعني تهجير وانتقال من مناطق الى اخرى. في ناس تركت مناطق ما بقى ترجع لها، في ناس يعني عم بتغير ديموغرافيا بالمنطقه. اسمه انا هيك انا عم بقرا سايكس بيكو ديموغرافيا للمنطقه. خلص صار في كيانات كيانات كيانات. هلا بتقلي بتتحول لدول، بقول لك بالوقت الحاضر لا، بقول لك بالوقت الحاضر والمستقبل ما حدا بيعرف. هلا اليوم بلبنان في ناس بيراهنوا على التقسيم، بقول لهم مجانين يلي بيراهنوا على التقسيم. ليه؟ لانه انا اليوم معي شريك مسلم بدي اعيش معه، بدي اتفاهم معه، بدي اعيش معه. هلا بيجي واحد انا مثل ما صار فيني بال 75 وانا كنت مثل اكثريه بالبلد، قلت له لشريكي المسلم ما بدي اعيش معك، واضطريت اعيش معه، صار هو ما بده ياني. لذلك انا اعتبر انه نحن المسيحيه اخر ناس لازم نراهن على التقسيم. ليه؟ لانه اذا اضطرينا ما مش التقسيم حنندبح هالمره. لذلك انا اعتبر لبنان ما بيعيش الا بكامل مكوناته، ما بيعيش الا بكامل اذا هيدا اللي جاي كله ظرف. ظرف يمكن يقشنا كلنا يمكن نبقى بس ظرف. بس انا بقول لك ابن طرابلس حيبقى ابن طرابلس الحيه، وابن صغرتها ابن صغرتها، وابن المني وابن الضنيه كله. انا بقول اخشبنا نعيش حد بعضنا. صح. وانا بقول لبنان بيعيش بكل مكوناته ما بيسع، يعني وإلا ما تعمل دوله مسيحيه، الدوله المسيحيه شو مكونات حياتها؟ بقى لذلك انا اعتبر انه ما لنا مصلحه، وبذات الوقت بني شايف اراده دوليه. اذا ما عم يعطوا كيان للكردي ما حيعطوني كيان كمسيحي بهالمرة. مع الوزير سامي فرجي بدي اتشكرك على هاللقاء، وكمان بدي اتشكرك لاستضافتك لنا ببناشعي، كمان بدي اتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقه بموضوعيه. طبعا اللقاء يتجدد الاربعاء المقبل، تصبحون على الف خير.